السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ هذا نهار جديد، نتمنى يعجبكم هذا النهار. خرجت اليوم نصبن الطابي ديالي، ها حتى بردت شويه ثقيله عاد نصبنو. كنتسنى حوريه باش تجي نعملو رفيسه برماش هما كيقولوا لها. المهم انا عجنت الرغايف، نسيت ما وريتكم. المهم نوريكم الطريقه اللي عملت عادي وصافي. دابا تجي حوريه ونعمل ان شاء الله الرغايف. المهم ها الرغايف اللي عدلت، تاش قالت لي حوريه وجد هذيك باش تجي هي تعدل الدجاج، هي عطيها في ديك الشيء. انا قالت لي عملي هذا الشيء، هي قالت لي الطريقه وانا عملت. انا ما كنعملش هذا الشيء. المهم ها الملوي، ها هو الرغايف. نتسنى حوريه غير تجي باش تعدل الدجاج. صافي حورية السلام عليكم. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كي بخيتو؟ مرحبا بكم في القناة ديال سليمة تطوانية، مرحبا بكم عندنا. نوقد سليمة راه عاد كاع عجنات، المهم انا غير غنصغبو صافي. سمحوا لنا البنات قبيلات سالنا لا شارج وما صورنا لكمش الطريقة ديال بورماش ديجا. الا بغيتو راه عندي في القناة ديالي ديال حورية بيوتي غيبان لكم شويه العجينه هكا، ولا ماشي مشكل بحال اللي يبسات لنا. كنا كنتهاودو ونسينا العجينه. بقينا تنهضروا داك الشيء حيتاش غنخرجوا ناكلوها في البارك. في البارك ولا درنا مع البنات نتعشاو وحده. كل وحده شنو غدير؟ غتوجد سليمه بغات توجد لهم بورماش. ايوا هادشي اللي كاين، هو اللي تنتعاملوا عليه. ايوا نتمنى الدجاج عملته حوريه راه طاب. نتمنى هذا اليوم يعجبكم، هذا روتين ولا فلوق ديرو كيما بغيتو، في مخلط كلشي فيه الشغل فيه الخرجه فيه تخرجوا ان شاء الله. وعافاكم البنات. المهم عاونوا سميتها سليمه، دير لايك وشجعوها حيت راه عاد بدات مازال شويه تتحشم. اما انا شويه راه مقصدره معاكم، راني قديمه. ايوا هادشي اللي كاين، وها نتوما معانا ان شاء الله. باي 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 باي. حنا رجعنا لكم، ها حوريه كتقطع الملوي، ها كتقطعو ستيتو ستيتو باش يجي مزيون. يجي مزيون ها شتي، غادي نساليو دابا مبقاش بزاف حيت كاين البنات اللي بغا يديرو بالحرشة تيديرو، مي انا متعجبنيش بالحرشة. لا هيدا كيعجبنا، تعجبني انا هاكا. ها حوريه كنعمل فيه كاشير، من بعد نوريكم ملي تسقي وداكشي نوريكم شنو كاين البنات. ها حنا سالينا، ها الشكل النهائي، ها شفتي كيف جا؟ جا غزال، ما شاهدتكم فيه. كيما قال لك ولي كتوحم سمح لنا. مرحبا بكم. دابا جبرتونا عاد نمشيو، كيتسناونا البنات هما تما كيتسناو، حنا عاد سالينا غنمشيو دابا. المهم ملي نمشيو ان شاء الله اللي كاين تماك نشارككم معايا ان شاء الله يا ربي. ها ولي بغيت هاي نصور. المهم البنات ها شنو وجدنا العشاء اللي ما نتعشاو في الجاردة. ها الشوط الثاني اللي كانت عندك الحرقة ولا شي حاجة، عرفتي واحد الصافية اللي من يوم كيعاون لي برماج. اي والله والله الا مسكينة قلت صباح الخير البنات، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، كنتمنى تكونوا مزيانين الحمد لله. ايوا هذا نهار جديد، نهار اخر. البارح جينا من الطبخ، جينا معطلين. المهم البنات حنا جينا لهذا الحانوت خصوصيا بهذا الشيء، ما كاينش عندهم لابيسين، عندهم عندك لابيسين صغار، حتى ما عندهمش لابيسين كبار. ودابا جا راجلي كيشوفنا ولدي هادي بغى الموطور. يموت هو على الموطور، هاو المكازا فيها كلشي، هاو عملو جولة معايا. ها علي أمير، أمير أمير علي بابا زيد أمير. احنا ماشيين
ديك الموطور على حساب امير ما كاينش لاج ديالو كاين غير كفارين ما يعرفش يدير حتى شويه كيمشي بالضو قال لك ما كيستعملوهم هاد العامين الفوق ما يجيش يقدو هو ما باقي ما ماشي عامين صافي دابا نمشيو نشوفو لا بيسين المهم البنات حنا ماشيين ديك الموطور ما كاينش ما جبرتش لاج قدو هو السين قدو ما كاينش من جولة معايا في هذه الحالة تعليمي فيها كل شيء هذه العيال الصغار بابا ما عندهم شي ديك الموتور هذا مع الضوء قال لك ما يقدرش يدير له هو صافي نمشيو نشوفوا جهه اخرى البنات حنا خرجنا هاي ديك الحالة تعليمي لكم جولة معايا سهروا معايا هذا الصباح سهروا معايا دابا نمشي نشوف مطعم بلا بيسين يلاه معايا المهم البنات انا رجعت معكم على البيسي ماشي شمن ندي هلا هذا الشكل عندي بحال هيدا هو طويل بحال هذا مزيان عجبني هذا تيجي راجل هو راسو كنتسنى المهم شفت نشوف حتى هاد الطابيات هادو كيكونوا في الجاردة هادو بغيتو نديهم ما كاينش بزاف الاشكال ها كيفاش كيجيو ديك لابيسين ها فيهم الاشكال ها وانا اللي بغيت ما جبرتش هذا عندي بحالو هو في الزرق بحالو انتما كتبعوا جولة معايا انا رجعت معاكم على حساب لابيسين انتما كراجلي هو اللي كيتفاهم معاهم انا مشيت نشوف شنو كاين ليهم ما نضيعش الوقت حتىش امير جالو لعطش بغى يشرب ونمشي نجيب له الماء وانتما كتسهروا معايا اليوم في اوشا انا في اوشا كندور على الصباح لله كندور شعب انا الولاد هما ضروري تقدر تساعد معاهم ما عندنا ما نعملو لهم لا بيسين والمشكله كاين لا بيسين عندي اللي بغاوش قال لك لا فينا شي واحد غرق شويه ايوا المهم تساروا معايا في اوشا ها هو لا بيسين كيزول ديك الكرتون حيتاش ما تساعش في الطموبيل يزولوا من الكارتو باش ما تساعش قطع صباح الخير البنات كيف صبحتوا لاباس عليكم ما كملتش معكم الفيديو البارح مشيت جبت على حساب لابيسي بعد جيبنا صافي راجلي عملو في الكراج دابا كيتسنى واحد الراجل يجي باش يعدلو واحد الجهه ديال الجارده باش يمونطيلو مزيان باش يعدل لابيسين باش يجي مزيان زعما نيشان المهم جيت نشارككم الفطور ديالي انا كنفطر بوحديتي ولادي فطروا مشاو انا بوحدي راجلي ما كاينش ها الفطور ديالي ها عين ملوي وشويه ديال الكاطو والقهوه ديالي دائما صافي هادشي اللي كاين مهم ولا جا ديك الراجل عاد لي لابيسين هاد النهار نشارككم معايا صافي وشنو اخر كنتسنى وعاجي عندي واحد البنت كتعمل القماش للوجه مهم تجي ان شاء الله يا ربي المهم هانتوما معايا هاد النهار صافي البنات انا رجعت معاكم حيت ما ديك لابيسين باقي ما عملناهشي راجلي ما كاينش جا شي شغل ومشى ضروري دابا جبرتيني كنت معدله مع واحد البنت على حساب الكوماج وداكشي ديال الوجه دابا قالت لي حوريه اجي عندي وتجي عندنا حتى هي قريبه على حوريه دابا جبرتوني انا ماشي عند حوريه وعجي عندي ديك البنت تماك مهم ملي تجي ديك البنت نقول لكم نوريكم شنو كاين وشنو عاد عمل لي شنو ما دخل لي شي هالي خليكم معايا
مالك هما البنات هي سليمة تدي نيتواياج تاع الفيزاج دير لي سوين وكل يوم تغسل وجهها مع الماء بارده ما عندهاش انا عساكه البنات سمحوني ما صوبتكمش داكشي اللي عملت حيت جاوا شي صحاباتنا اخرين المهم بقينا جالسين كنتالت لي ديك البنت عملت لي القماش وجهي طويت لي وجهي عدلت لي الحجبان المهم كل شيء ابخي شنو اسمو جاوا شي البنات صحاباتنا بقينا جالسين تغدينا مع بعضنا خرجنا انا وحوريه خرجنا مشاو ديك صحاباتنا خرجنا انا وحوريه الاولاد شويه صافي هادشي اللي كاين ونتمنى يعجبكم هادشي اللي عملت ومره اخرى ان شاء الله يا ربي فيديو اخر ان شاء الله